السلام عليكم. بما أني لاحظت أنه كل اهتمامات من المتتبعين من القناة أغلبها منصبة على الملاعب، يعني التطورات من الأشغال بالملاعب هذه، فإذا نبقى ندير أنا على حسب يعني الاهتمامات من المتتبعين، وخاصة الشباب منهم، وأنا واحد منهم على كل حال، من المتتبعين الأعز يعني كبار لهذا الملف تاع الملاعب في الجزائر. إذا هذه هي، في هذا الإطار نعود إلى ملعب دويرة، حيث أنه الأشغال تعود على الكراسي تعرف وتيرة جد متسارعة، حيث أنه الآن وصلنا إلى أكثر من 14 مربع اللي بدأت فيها، يا إما تمت وضع الكراسي يا إما وضعت لي سيبور تاع الكراسي. إذن ورانا وصلنا في حوالي 50% من المدرجات العليا نتاع الملعب اللي بالأحمر، ثم نعاود نهبط للمدرجات السفلى اللي راح تكون بالأخضر. إذن هذه هي، ونترككم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.